السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. في فيديو النهارده هنجرب مع بعض سياره التويوتا السوبرا الجديده وهنعدل عليها تعديلات قويه جدا، وكمان هنروح بيها فيلا اسطوريه جدا في جي تي اي 5. ما تنساش تعملنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، بس تكون مع الفيديو ومشاهده ممتعه. نطقمها يا اسود ولا ابيض؟ لا نخلي بقى كوتش ابيض، بس نشوف كوتش ابيض اكتر من كده. خلينا في الكوتش الابيض ده بس، حلو قوي كده الكاب ده. هنروح نشوف العربيه بتاعتنا الاول بس كده. انا جبتها وركنتها في حته الجراج بتاع فرانكلين، بس في منطقه مليانه عصابات ومنافع. المهم نفتح الجراج بتاعنا، هنلاقي عندنا هنا الجي 63 زي ما انتم شايفين. الوحش بتاعنا العربيه دي عملت لها يجي 3 فيديوهات بس. دي بقى العربيه المعدله، يعني دي مش الجي 63 مش من المصنع على طول، لا دي عدت كده على مصنع وعدلها وظبط عليها ورواها لنا زي ما انتم شايفين التعديلات دي والجنطات وكل الحاجات دي. يلا بسم الله كده نبدا نركب العربيه الجي 63 بتاعتنا. صلوا على النبي كده يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح كده الماب، نحط مارك كده على الجراج بتاعنا. يلا بسم الله نروح على الجراج. طبعا انا جربت العربيه المعدله والعربيه المش معدله اللي هي اللي جايه من المصنع على طول. العربيه اللي كانت سليمه بصراحه صوتها يعني عادي، مش اللي هو قوي ولا في قفش خانات ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس هو صوت حلو يعني. اما بقى العربيه المعدله دي بصراحه صوتها يعني هو صوت مش موجود في اللعبه عموما يعني، بس هو صوت خارجي وبصراحه صوت تحس كده في حاجه ماشيه على الارض يعني، حاجه وحش. بسم الله كده عربيه سريعه جدا. كل ده لسه في الجار الثاني، ده بتطير كمان. شايفين يا جماعه عربيه بصراحه وحش وحش. بسم الله بسم الله. هي عربيه كبيره بس برضو بتاخد غرز كده وحاجات من دي. فاضلين هنا 2 كيلو هو على الجراج، قربنا نوصل هو ناخد التويوتا السوبرا بتاعتنا بقى ونطلع على طول على البيت الجديد بتاعنا. العربيه بص مش شايفه قدامها، كانه طريق سريع بالظبط. موتوسيكلات عربيات كله اي حاجه بتاخد فيه غرزه. بس 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 لبسنا. تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. كلها 500 متر نوصل للجراج اهو. بس دخلنا هنا، ده الشارع الجراج. طبعا الحاره دي مليانه عصابات يا جماعه، شايفين العصابات قد ايه. عندنا هنا مجموعه العصابات دي ومجموعه عصابات هنا ومجموعه عصابات يمين في كل حته. بصراحه المنطقه دي كده كلها لبش على بعضها، كلهم هنا بيبيعوا حاجات وحشه وبيعملوا حاجات كتير قوي. المهم هنا وصلنا الجراج. يلا بسم الله كده نبدا ندخل الجراج. بس انا مش هخش طبعا بالعربيه دي لو دخلت جوه بتبوظ الجراج. بصراحه جواها شويه عربيات فخمه وعربيات ناريه بصراحه. شفت الحوادث والحاجات اللي احنا عملناها دي كلها، العربيه بس الكشاف بتاعها طار، وعندنا هنا خدت لها شويه خدوشات كده على الشمال. ولحد دلوقتي يعني ايه يعني عربيه سداده متعدل عليها بقى ومظبوطه. بسم الله الرحمن الرحيم نخش كده الجراج. دخلنا الجراج يا جماعه زي ما انتم شايفين العربيه الوحش دي، بس دي طبعا مش اللي في الفيديو بتاع النهارده. وعندنا الكروما وعندنا العربيه الجامده دي. بس بقى عندنا هنا حاجه يعني المفروض اصلا ما تبقاش جنبهم، حاجه كده ما تتقارنش بيهم نهائي، وهي التويوتا السوبرا الجامده دي. العربيه ده يا جماعه من افضل العربيات اللي ممكن تركبها في جي تي اي 5. انا مش هتكلم كتير، احنا يلا بينا نركب كده على طول على السريع ونخرجها من الجراج ونجرب العربيه بره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه لازم اسمعكم صوتها طبعا قبل اي حاجه. اسمعوا كده، بصوا الواد ده، الواد ده انا عارفه، انا عارف العصابات اللي هنا دي. العصابات دي كلها يا جماعه ما بترتاحش الا لما تاكل علقه. خد الظاهر كده ان احنا اللي ناكل علقه. لا 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 لا، ما مش ار بي جي، مش انا عارف العيال دي، انا عارفهم عارفهم يا جماعه. انا قلت لكم من قبل ما اخش المنطقه اللبش دي ان المنطقه دي مش حلوه ومليانه عصابات. يا رب بس ما يموتنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التويوتا السوبرا في الحتت دي يعني بص منقذه، الحمد لله عدينا منها. هو باظينا الاكسدام اللي ورا بس هنعدله ان شاء الله. نروح بس الجراج كده ونعدل العربيه دي تعديلات فخمه جدا 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 ونجربها ونروح بيها البيت بتاعنا الجديد. اقرب جراج هنا فين؟ ده مفيش جراجات خالص. طب حلو قوي الجراج بتاعنا بتاع لوس سانتوس، نروح على طول نبعد حتى عن المنطقه اللي مليانه ناس مش مظبوطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التويوتا السوبرا يا جماعه ما بتهزرش، كله عارف سرعتها طبعا. لا تقول لي بقى لامبورجيني ولا فيراري ولا اي حاجه من الحاجات دي، هي العربيه دي كده لوحدها اسمها لوحده هيبه كده من غير اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي دايسه دايسه يعني بص ما بتهزرش على هذا. بس انت هديها بس دي سنه فرامل كده بس على الملفات علشان ايه ما تهربش منك. وصلنا الجراج اهو، صلى على النبي كده بقى وندخل. بسم الله فين الباب؟ حلو قوي. ندخل بقى كده ونعدل العربيه التعديلات الجامده. شوف كانت عايزه تدخل الجراج كده على طول من غير الانترو اللي بيتعمل ده. بسم الله العربيه دي اي حاجه فيها ينفع تعدلها. الاول كده بس نصلحها، نخليها 100% الدرع بتاعها، الفرامل نخليها ريس طبعا، ده عربيه ريس. نغير بس الرفرف اللي قدام كده نخليه ده، ومن ورا برده نخليه التالت ده شكله جامد بصراحه. عندنا هنا نخليه برده نفس لون العربيه من جوه او اللون الخارجي بتاعها. الماتور طبعا نخليه في 4، الاكزوست طبعا لازم يتغير. نفتحها ولا نقفلها بقى؟ لا بصراحه هي معروفه بان هي بتبقى مقفوله دايما كده، ده مش عايزين حاجه كربون خالص، احنا عايزينه كده. بلاش نعدل على الكلاكس ولا الاضواء، خلينا النمر السوداء. وعندنا اللون بقى هو اللون الابيض ولا الاحمر، هو حاجه من الاثنين دول. ده اللون الابيض اللي بصراحه برده شكله فخامه عليها، وده اللون الاحمر اللي برده بصراحه شكله فخامه عليها. نختار انهي بقى كده؟ انا بصراحه يعني محتار، الاثنين لونهم جامد بصراحه.
بس انا هختار الابيض. ايوه هو اللون الجامد ده، نخليه كده ابيض. ونعدل برضو كده على السكيرت ده، شكله جامد بتاع ريس. برضو السبويلر، لا سيب السبويلر زي ما هو، السبويلر بصراحه حاجه فخامه في لوحده. العربيه برضو موقعها كده، طبعا مش هنعدل على الجنوب بقى لان الجنوب بتاعتها مظبوطه، قصدي على الارتفاع بتاعها وكده يعني. الاطارات خلينا في السبورت ونخليها ده عشان نقدر نعدل على لونه، ونخلي لونه بقى برضو لون ابيض ولا لون احمر بقى، انا بصراحه مش عارف. لا احنا نخليه لون ابيض، نخليها طبعا ضد الرصاص وضد الحاجات دي كلها، ونحط له حته سموك كده بسيطه كده من ورا، نخليها باللون الاحمر بقى. طبعا نفيم الازاز ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نخرج العربيه من الجراج. شايفين يا جماعه العربيه بتخرج خارجه عامله ازاي؟ عربيه بصراحه هيبه هيبه زي ما انت شايف كده، يعني الخلايجه بيعشقوا العربيه دي. اسمع كده اسمع، صراحه عربيه فخامه فخامه، بص كده عليها بص من جوه، هي ما فيهاش اي حاجه زياده من جوه، بس هي معروفه السوبر عموما يعني. انا خايف ازود بنزين العربيه تطير مني بصراحه، بس الاول كده تعالى نحدد على مكان البيت بتاعنا. البيت الجديد فين هو؟ هو تقريبا في الشارع ده كده، بتيجي من على الطريق الرئيسي تخش هنا تقريبا، هو المنطقه دي. بس احنا نحط مارك هنا بحيث ايه نبدا نركز من اول ما نوصل للنقطه ده عشان ندور عليه. 4 كيلو بس، مش هياخدوا مع السوبرا دقيقتين ثانيه بس. بس الفرامل بتاعتها يعني رغم ان احنا مخلينها اعلى حاجه، بس برضه دي السوبرا برضه يا جماعه يا اي عربيه. طبعا لو انت بقى محتاج العربيه دي تركبها عندك، محتاج تركب البيت اللي هتشوفه دلوقتي، انا هسيب لك طريقه تركيبهم الاثنين تحت في الوصف بقى لو حابب تشوفهم. بس خلينا نركز بقى مع السوبرا دي، لانها بصراحه انا مش عارف اسيطر عليها من كتر السرعه بتاعتها. انا عايز ازرخ العداد دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، بس بدوس بس ضغطه بسيطه خالص بقى، طلعت على 100 في ثانيه. الله على الهادي على الهادي بس كده عشان ايه ما تلبسش مننا، مش عايزين نبوظها. سامعين صوت التيربو بتاعها بيقوم عامل الصوت كده يعني باك فاير جامد. ليه 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 انت اللي غبي، هو مات. شايفين الدخان الاحمر اللي بيطلع من الكاوتش؟ العربيه طايره على 160 ولا لسه يعني، لسه ما عملتش اي حاجه، هي بس واخده التالت وسن البنزين بسيطه كده. بصراحه العربيه دي فخامه 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 فخامه، شوف تقدر بقى تعمل بها دريفتات، تعمل بها اي حاجه انت عايز تعملها. الطريق ده اصلا بايظ يعني مش مظبوط، يعني مش مفتوح قدامي كده اقدر اخد فيه سرعه عاليه ولا اي حاجه، فمش عارف اديها حقها بصراحه يعني. بص انا مش عارف يعني العداد هيتقفل وهي نفسها مش عارفه هتروح فين تاني، يعني الساعه نفسها تخرج بره العداد. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده البيت يا جماعه، صلوا على النبي كده بس الاول، قولوا بسم الله ما شاء الله. بصراحه البيت ده اسطوري، احنا شفناه قبل كده برضه في فيديو عندنا هنا طريقه التركيب بتاعته، زي ما قلت لك هسيبها لك تحت. بسم الله نبدا ندخل بقى البيت. شايفين يا جماعه البيت عامل ازاي؟ الجراج اوتوماتيك، كل حاجه هنا اوتوماتيك على طول، فتح لنا الباب عشان نركن العربيه، بس انا هركنها بقى بظهرها علشان ايه وقت ما عاوز اخرج اقوم واخد العربيه وعلى طول على بره. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هنا طبعا العده بقى عشان لو حصل اي حاجه في السوبرا نقدر نظبطها ونعدلها على طول في ثانيه. نشوف كده بس البيت من بره اول حاجه، بصراحه شكل البيت اسطوري جدا. البيت ده طبعا مش موجود في جي تي 5، لو انت قعدت تقلب فيها من غير ما تركب المود ده للصبح مش هتشوف البيت ده عندك خالص. عندنا بقى هنا بقى مهابط الطيارات الهليكوبتر، وعندنا البيت بقى نبص عليه كده بص من بره، عندنا هنا شوايه كمان. بسم الله ما شاء الله، بصراحه البيت ده اسطوري جدا يا جماعه، وهنا بيطلع على المحيط على طول يعني مش على البحر كمان. هنا الصالون بقى، ممكن نقعد هنا شويه نروق نظبط، بس في حاجه فوق كده بقى عايز اوريها لكم، فوق في الاوضه. والسلم منين؟ بصراحه البيت كبير ويتوه، مبقتش عارف السلم فين اهو، هو ده السلم. شايفين كل اللوحه دي؟ هوريكم بقى لوحه سبايدر مان فوق وجون ويك وناس بصراحه يعني عظمة. انت ممكن تقعد هنا تتفرج بقى على حوض السمك الرايق ده. وهنا دخلت اول اوضه زي ما انت شايف كده، مش عارف مين الشخصيه دي بصراحه، بس هي شخصيه مشهوره يعني. هنا بقى هنا دي الاوضه بتاعت فرانكلين زي ما انت شايف كده، وبقى هنا عندك جون ويك، وعندك هنا سبايدر مان او حد من سلسله افلام مارفل يعني عموما، تقريبا سبايدر مان. انا مش فاكر بالظبط والله، مش بتابع افلام كتير، او كنت بتابع بس دلوقتي يعني الوقت وكده فالواحد ما عادش بيتابع افلام زي الاول. بصراحه يا جماعه البيت ده شكله خرافي جدا. خرجنا هنا من البيت بس الدنيا طبعا ليلت، البيت طبعا اضاءاته خافته زي ما انتم شايفين كده، وعندنا هنا برضو عمود اضاءه برضو عشان يظبط لنا الدنيا. بس تعالوا ناخد التيتا الصبرا يا جماعه ونلعب بها كده شويه، ناخدها كده على طريق واسع ونخليها تاكل الطريق كله. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا العربيه زي ما انتم شايفين، العربيه بصراحه يعني انا مش عايز انهي الفيديو عشان عايز افضل العب بيها بصراحه، العربيه دي اسطوريه. تعال كده ناخدها على طريق مفتوح، ايوه كده بقى الطريق فاضي كده والدنيا بقت رايقه، ناخد بقى العربيه يعني نديها كل اللي هي عايزاه. طريق فاضي مفيش حد، لا قطارات لا عربيات لا شخصيات مفيش اي حاجه. نشوف بقى العربيه دي هتوصل لحد كام، 240 اهو، 240 عماله تزيد، 250 دلوقتي دي ولا كام؟ ايوه هي 250، لا 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 العربيه دي لازم تجيب ال 260، 252 اهو، لا لو ما جابتش ال 260 انا بصراحه هزعل قوي. ايوه كده ايوه كده ال 260 اهو، هتروح فين تاني بقى؟ هي كده خلاص قفلت العداد يا جماعه، بس الملف ده قلل السرعه شويه خلاها ل 240 اهو، بس لسه الملف مطول معانا شويه حلوين. بس بصراحه العربيه في الدريفتات يعني شايفين كده، العربيه بصراحه يعني الدريفتات على 140 كمان، انت متخيل الرقم؟
تقوليش بقى بعمل دريفت على 60 ولا معرفش، لا 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 السوبرا ما عندهاش الكلام ده، السوبرا بتعمل اضعاف الرقم ده، لو انت بتعمل على 70 فهي بتعمل على 140. طريقه اهو مفتوح قدامنا، يلا بسم الله عايزين بقى نجيب اكتر من 260، اكتر من 260، اقل من 260 مع العربيه دي ما يمشيش معانا خالص. حاسب ان بس ملف ملف ملف، لا 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 عايزين نعدل، بس نعدل نفسنا كده. انا مش ههدي السرعه، مش ههدي السرعه، بس برضه حلو حلو حلو، مش وحش مش وحش. العربيه ايه 300، العربيه وصلت 300 مع المنزل بتاع الطريق ده، 270 270 260، لا لا رجعت انا على 260 الساعه، ما فيش مكان تروحه، ما فيش مكان يا باشا. اقصى رقم العربيه وصلت له يعني على حسب ما لمحت، انا ما اعرفش يعني عليت عن كده ولا لا، بس اكتر حاجه انا لمحتها كان 310. صراحه العربيه دي لو ركبتها عندك يعني عمرها ما تخذلك ابدا في اي سرعه انت عاوزها، اي حاجه انت عاوز تعملها بالعربيه دي ممكن تعملها، حتى صحرا كمان هتلاقيها دايسه معاك في اي حاجه. يعني بص العربيه ثابته مستقره، ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. طبعا بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، وزي ما قلت لك العربيه او البيت او حتى موديل الجرافيك كل الحاجات دي هسيب لك طريقه تركيبها تحت في الوصف. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.